وبرة تتقدم على المركز الثالث، وبرة من هجن العاصفة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير في تضميرها على المركز الثالث بأداها وشكلها الجميل والرائع. نقلة على المركز الرابع ورابع المراكز، هذه شعلة، هذه شعيلة، شعيلة، شعيلة تتقدم على المركز الرابع، وشوامخ تتقدم على المركز الخامس. يحملنا شعار هجن العاصفة يقودنا الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس هناك تتقدم جواهر من هجن الرياسة من الجانب الآخر، يضمرها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وهي في المركز السادس. أما المركز السابع الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في عملية تضميرها علي بن راشد بن غدير، بينما المركز الثامن هذه مشكورة من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي مضمرها. والمركز التاسع وصلت فيه الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير. والمركز العاشر أيضا من هجن الرياسة اللي هي سمحة حمدان بن عوض بالكيلة العامري واسمها الشاهينية، الشاهينية من هجن الرياسة مع حمدان بن عوض بالكيلة العامري تتقدم على المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدي متابعين الكرام في مسار هذا الشوط، في تحدياته، في تواصل هذا المساء في أشواط التميز، أشواط النخبة وآخر تميز الكبار تقريبا، نعم آخر تميز للكبار في هذه الأيام وفي هذا الانطلاق، لأن الموسم خلاص، الموسم قرب، والموسم بل وصلنا إلى الأيام، أيام الذروة وأيام يا سلام على الأبواب الختاميات، انتظروا يا سلام المضمرين ما شاء الله. بهذا الكلام نحن نحمس، أو مثل ما نقول بالعامية نحفز المضمرين يشدون حيلهم. يا سلام يا سلام يا سلام، حد شافها ملولة؟ وين بدعة اللاب؟ راحت إلى بدعة اللاب ما شاء الله. هملول انطلقت بالمركز الأول، باعدت بينها وبين المشاركات لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد أحد الشباب المضمرين، كذلك محمد بن سعيد بن بروك الحميري يقود تضميرها وأدارتها وتعليماتها بأداء جميل وانفراد. المركز الثاني تحركت وبرة، تحركت وبرة، شافت هملول هناك أنها بتباعد ولكنها تحركت بتحرك تلقائي من ذات نفسها. يا سلام يا سلام، هذه وبرة، وبرة على المركز الثاني من هجن العاصفة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث هملولة على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير، كذلك المقدم مع هذا الشعار خطورة كبيرة ورائعة. المركز الرابع في هذه اللحظات، رابع المراكز، هذه شعيلة، هذه شعيلة من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. تتقدم جواهر هناك على المركز الخامس، جواهر بالشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة في هذه المؤسسة العملاقة الجميلة كذلك، اللي تعطي رونق جميل وتنافس شيق حينما تدخل في التنافس بهذا الشعار الغالي، الشعار الذي الكل ينتمي له، هذا شعار هجن الرياسة مشاهدي العزاء مع جواهر والفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد يقودها مضمرا، بينما يأتي مشاهدي العزاء تأتي في هذه اللحظات الشاهينية في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقودها علي بن راشد بن غدير مضمرا، وتتقدم الشاهينية من هجن الرياسة مع حمدان بن عوض بالكيل العامري، وعوض كذلك متواجد ومقدم هذه النوعية. شوف الدخول هناك على المركز الثامن من هجن العاصفة أيضا اللي هي شوامخ تتقدم في المركز الثامن من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. والتاسعة في هذه اللحظات وصلت الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يقودها مضمرة، مشكورة. العاشرة من هجن الرياسة يضمرها اللي هو عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة في الثنايا الأصايل المحليات في سابع الأشهر.
الأشواط في هذا المساء الجميل، مساء الكبار، مساء انطلاقات الكبار حتى 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 الختاميات، حتى الختاميات. مشاهدي الأعزاء، الله، يا سلام يا سلام. عودة مرة ثانية للمراكز الأولى، وهناك الانفراد من هملولة هملولة هملولة، منفردة على الكادر العلوي، على الكادر العلوي، وتنطلق وترقص وتبدل على اليسار وعلى اليمين، وهي مسيطرة بالمركز الأول. سلالة هملولية عريقة تأتي من بدع ثلاب كذلك وانتاجه، يا السلام. هذه هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، يضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري، وهي تنفرد انفراد كامل وانفراد كلي، وتقرب من 3 كيلومترات أو الغابات. الله، يا حزام الغابات، يا حزام الغابات، كلمة هو جميل في حزام القابات. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هذا حزام القابات. مشاهدي الأعزاء، اللي على اليمين، هذا الموقع الذي دائما يذكر حينما نوصل معادي بعد قبل 3 في أيضا المواقع الغربيات، وحزام القابات بأجمل الأصوات، وكلمة هو جميل ورائع. عودة لنكمل ندانا المركز الثاني، قلنا هملول هناك الأول بدون منافس لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، ضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري. سرابة في المركز الثاني من هج أو وبرة، وبرة من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. إشعيلة تأتي في المركز الثالث أيضا من هجن العاصفة بتضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير، وتتقدم هناك من الجانب الآخر. هنا هجن العاصفة أيضا تتواجد شوامخ، شوامخ من هجن العاصفة على المركز الثالث بقيادة الواثق، بينما هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في المركز الخامس والمركز السادس. جواهر هجن الرياسة تأتي في المركز السادس، المركز السابع. هذه وصلت في هذه اللحظات شهرزاد، شهرزاد، يا سلام يا سلام، انطلقت شهرزاد، وصلت في هذه لحظات. يا الأرقام، وعينها على المقدمة وعينها على المراكز الأولى، يا سلام. هناك تتواجد أيضا شاهينية مع هجن الرياس وحمدان بن عوض بن كيلة العامري، عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية، ومع هملولة، مع هملولة، ما شاء الله يا هملولة، هملولة، يا سلام هملولة، يا سلام هملولة هملولة هملولة، انطلقت مع المركز الأول. هملولة سيطرت واشتعلت شعيلة وتحركت، ولكن هملولة، هملولة مسيطرة على المركز الأول، هملولة على مقدمة الشوط من فردة بالمقدمة. هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، يضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وشعيلة بدأت تتحرك، شعيلة أشعلت نيران التنافس، اشعلت الامور. شعيلة 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 شعيلة، يا سلام يا سلام يا سلام، الألف وميتين، ولكن هملولة منفردة وشعيلة قادمة وتحركت. مشاهدي الأعزاء، اللي هي شهرزاد، شهرزاد تحركت على المركز الثالث. الله الله الله، يا هذا الانطلاق. مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى هملولة وهي مسيطرة على مقدمة الشوط، وتدخل بوابة الكيلو الأخير. الله، بوابة الكيلو الأخير، غادرتها هملولة وتقدمت إلى المركز الأول. هذه اللي هي هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، اللي في المركز الأول مسيطرة ومنطلقة بناموس هذا الشوط مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. يا سلام يا سلام، المركز الثاني تتقدم في شعيلة، شعيلة من هجن العاصفة في المركز الثاني، وشهرزاد في المركز الثالث. يا سلام، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، يلا يا بن بروك يا الحميري، حرك 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 وسلطنك. يا سلام يا سلام، ايش هذه اللي ما دعناها، هذه اليماني، هذه وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، وجواهر كذلك واصلة. الله الله الله، يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط.
عودة إلى مقدمة الشوط هاملولة لا زالت هاملولة لا زالت مشاهدينا متابعين الكرام يا سلام يا سلام هاملولة مشاهدي العزاء ولكن شوف التحرك شوف الشاهينية 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 مشكور يا حمدان يا ابن عوض يا بالكيلة يا العامري في الأمتار الأخير أشكرك يا أبو عوض الشاهينية تهانينا لهجنة الرياسة للمرة الثانية على فوز هاملولة بالمركز الأول هاملولة في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد جواهر في المركز الثالث من هجن الرياسة في المركز الثالث المركز الرابع شهرزاد من هجن العاصفة والمركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الله يا أبو عوض يا أبو عوض فاجانا الأمتار الأخيرة شوف شوف في العادة دخيلك شوف شوف في العادة شوف تهانينا على فوز هجن الرياسة للمرة الثانية على التوالي ولكن شعار هجن الرياسة النقطة الثالثة ولكن هذا مع تضمير حمدان بن عوض بالكيل العامري للمرة الثانية 12 دقيقة و32 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة لحمدان بن عوض بالكيل العامري على هذا الفوز بينما المركز الثاني شكرا يا أبو عدنان المركز الثاني هي هذه هاملولة 12 دقيقة 34 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية هاملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري بينما جواهر في المركز الثالث هذا توقيتها الزمني 12 دقيقة 34 ثانية وأربع أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي هكذا كان هذا الشوط تهانينا والناموس